والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم بهذه المناسبة ديال شهر رمضان الأبرك أصدقاء الرياضة بمدينة الرحمة سعوا اليوم باش ينظموا واحد التكريم رمزي لأخينا والمناضل الكبير الجمعوي ابن الحي المحمدي وحطت فيه الرحال بمدينة الرحمة إنه محمد القرقاطي اللي عطى الشيء الكثير من القرقاط في يناير 2021 ثم ناهيك على جميع المساعدات المادية والمعنوية للجمعيات المجتمع المدني بخصوص الرياضة. شكرا لقناة سات تي في، شكرا لأبناء المنطقة ديال الرحمة الرياضيين، شكرا للحضور الكريم وسائل الإعلام اللي حضر معنا اليوم. هذا التكريم فهو تكريم رمزي، ونتمناو لهذا الملعب باش يعرف النور، نتمناو السلطات المحلية سواء جماعة الدار بوعزة والعمالة يلقاو شي حل لهذا الملعب، لأنه ديال الرحمة في حاجة للملعب مثل هذا، ولكن خصو بعض التجهيزات أخرى تكمل ليه. وكنشكروا الناس اللي خدامين كثير، كل من الشيوي والأخ عزتين وأخ اللي هيئوا لنا الملعب، وكذلك إخوان اللجنة المنظمة المالكي محمد عز العرب هلال ومصطفى أمين. ثم ما نساوش أصدقاء ديال أمان الناخين الحاضرين معنا اليوم مشكورين في تكريم هذا المناضل في الهلال ابن الحي المحمدي ومعروف وشتو في الكره ديالو وباقي تيعطي مزال. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة ديال شهر رمضان الأكرم كنبغي نشكر جميع الفعاليات الرياضية ديال مدينة الرحمة اللي سهروا على المقابلة التكريمية، منهم اللجنة المنظمة الأخ السمراوي والأخ المالكي والأخ عز الدين والأخ عز العرب. هذا بالنسبة لي أنا ماشي تشريف بل تكليف، لأنه كاين ما يدار في هذه المنطقة وكاين مازال ما يتخدم في هذه المنطقة، وحنا الرياضيين وجميع الفعاليات الرياضية خصنا نديروا اليد في اليد باش هذه المنطقة إن شاء الله ترى النور بملاعب في المستوى اللي كنشوفوا في مناطق أخرى. وبهذه المناسبة الكريمة كنبغي نحيي الإذاعة ديال صات تي في اللي دائما كتواكب معنا جميع الأحداث في هذه المدينة الكريمة اللي دشن صاحب الجلالة بيديه الكريمتين. وأخيرا أتمنى رمضان كريم لجميع الرياضيين وجميع سكان المنطقة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخ، كنشكر وكنبغي نشكر الأخ السمراوي على الفعل الجمعوي، دير واحد المناسبة بالنسبة للأخ ديالنا القرقاطي اللي هو راجل مناسب مكان مناسب. وكنبغي نشكر هاد الإخوان كلهم اللي هما شاركوا في هذه المبادرة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى جميع مكونات سات تي في. بالنسبة للتكريم ديال اليوم ديال الأخ ديالنا القرقاطي محمد، فهو جاء عن جدارة واستحقاق لما خلفه، يعني من مردوديات اللي مردوديات بالنسبه للرياضه في منطقه الرحمه. بالنسبه للسي محمد القرقاطي حنا كنعرفوه معنا لا في جمعيه امل النخيل ولا بالنسبه للرابطه مدينه الرحمه، فهو كيعمل واحد العمل جدي وعمل جمعوي، عمل جمعوي اللي هو كبير لا بالنسبه لا ماديا ولا معنويا. كل ما غادي نقولوا بصراحه في محمد القرقاطي فهو قليل بالنسبه ليه، وهادشي غادي يمكن لي غادي نقول. الرجاء وضاع بزاف عاد،
ولكن استقبلتهم جهه الرحمه وهيئوا ليه واحد الفضاء مزيان. الكوب ديالو غيصدقوا عليه سي ابراهيم رئيس جمعيه امالي الاخير ابراهيم. تصفيقات على هذا، تصفيقات على هذا، هذا من الاطور الرجاويه محله قطار محله بلاصه.